عثمان الفرنجية. أما بالنسبة للإرهاب، عملية الإرهابية اللي صارت امبارح، خطف سعودي وبعدين راح التجأ بالضاحية وبعدين جيبوه من القصير ما بعرف مين، يعني خبرية طويلة عريضة. أنا صراحة حتى اللي ما عندنا المعطيات، خلينا ننطر شوي. إنما إذا الجيش اللبناني ومديرية المخابرات راحوا جابوا إرهابي من هالنوع وحطوه بالحبس، معناتها هيدا بصب بخانة الدولة اللبنانية. كل شيء بقوي الدولة اللبنانية نحن منرحب فيه شو ما كان السيناريو، ولكن أنا ما بآمن بنظرية المؤامرة، ما بآمن، ما بصدقها، لأنه ما عنا قدرة نحن بلبنان ننتج أفلام هوليودية، هوليوود ما عنا الإمكانية نعمل هوليوود بهالشكل هيدا. في ناس بيصير خيالها ينسج أنه هيدي خبرية مطبوخة لإعلاء رصيد هذا أو ذاك. أنا بتصور ما عنا القدرة بلبنان، إذا بتشوف الوضع المترهل لمؤسساتنا كلها وتعباني، وأنجع بتلحق، أنجع بتلاقي حرس على المباني الحكومية، تيجي تفكر بخبرية من هالنوع بهالضخامة هيدي، بتصور متعذر هذا الأمر. بسؤال أخير عن هذا الموضوع، لأن ما بقدر مرقها هيك، قلت التجأ إلى الضاحية وكأنه عم توحي بأنه هناك غطاء أو حماية أمنية له من حزب الله، وهذا الشيء لو حزب الله بده يحميه ما كانت وصلت له مخابرات ليش الضاحية الجيش. أنا ما قلت مكتوبة باسم حزب الله الضاحية الجنوبية، لا، لأن دايما بس هو المعلومات قالت هيك انه هرب على الضاحية، راح الضاح، هيك فهمنا من الاعلام. احنا ما عندنا يعني ما مصادر اخرى. طب عين رماني بالضاحية كمان، معلي وشياح بالضاحية وفرن الشباك بالضاحية. نعم اوكي، بس معلش، بس هو حزب الله جسمه لبيس، يعني كل خارج عن العدالة الدولية او المحلية، ما هو حمي من اللي رايحين ما امتثلوا لعدالة المرفأ وما امتثلوا قدام القاضي بيطار، ما هو حميهم. يعني نحن ما راح نرتب الكلام ونعوف حزب الله من تهمة انه هو يحمي كل واحد خارج عن العدالة اللي هو رفضها. مشان هيك مش جسمه لبيس، يعني بتقولي لي ايه حمي حزب الله، بيحميه وبيحمي ابوه كمان، يعني مش شغلة انه غريبة عنهم. هلا بتصور وين بيستفيد منا حزب الله؟ انا برايي يعني اذا بعدهم عم بيعملوا مناورات وفكرهم بيعلوا سعرهم بمكان ما، اذا يعني معناتها بعدهم مفكرين انه بركي هيك اشياء معقول تدر بفايده معينه. انا ما بدي اتهم حزب الله، انا ما بدي اتهم حزب الله، ولكن انا بعتبر انه ما في ضربه كف بتصير بلبنان بهالحجم هيدا الا ما يكون حزب الله معه خبر. أنا هيك بعتبر، وإذا ما معه خبر معناتها مصيبة كبيرة. إذا ما معه خبر، وإذا معه خبر وأكيد معه خبر، هي كمان مصيبة. مشان هيك ما حدا يعني يتخبى، لكن مش موضوعنا هلأ بهيدي القصة حزب الله أو غير حزب الله. حزب الله عم بيعمل أكتر من هيك، حزب الله عم بيعمل إرهاب سياسي على كل الشعب اللبناني. لما عم بيجي بيقلك أنه ما بتطلعي رئيس إلا أنا اللي بدي إياه، وتعوا تحاوروا نعمل مساومة وصفقة مع الرئيس اللي أنا بدي إياه، أليس هذا إرهاب سياسي يمارس على الشعب اللبناني وعلى ممثلينه بمجلس النواب؟ هيدي أعظم بكتير ما أنك تاخدي رهينة سعودية تطلبي فدية مقابلها. لا بس هو ما عم يفرض عليكم، هو عم بقلكم اتفقوا لننزل على مجلس النواب لنفوت هلأ بموضوع بصلب الموضوع الأساسي اللي هلأ نحن مشغولين فيه، اللي هو رئاسة الجمهورية وتحرك المعارضة، والكتائب اللبنانية كان لها دور الأساسي المهم بموضوع تقريب وجهات النظر ما بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. اليوم لوين وصلتوا بهذا الموضوع، وتحديدا أنه كنا ناطرين اليوم يتم إعلان من قبل رئيس تيار الوطن الحر أنه أنا داعم جهاد أزعور، ما سمى. هل هذا الموضوع يعني أنه بعده أجر بالبور وأجر بالفلاحة؟ هلا هو خلي يجاوب عن حاله أولا، ولكن بتصور أنه مبارح هو جاوب وقال أنه ما رح نعلن، نحن اللي عملناه هو كافي ومفاوضات قائمة والحكي قائم مع كافة القوى السياسية التي تتشكل من المعارضة، مش فقط الأحزاب، لا، إنما كمان في قوى مستقلة وتغييريين، لا، وغيره، كله عم يحكي مع كله.
وبالنتيجة موقفه قالوا وبالنتيجة بس ليس كافي؟ عفوا هل كافي اللي قالوا مبارح؟ لأن القوات اللبنانية مثلا بتطلب أكثر، بتطلب يعني موقف واضح باتجاه دعم جهاد أزعور. لكي هيدي عملية تفاوضية، كل ساعة إلى ملايكتها، وكل شغلة عم تتقدم، والساعة والساعة إلى قيمتها. يعني اليوم كل دقيقة، يمكن بهاللحظات اللي احنا عم نعمل فيها الانترفيو، غبطة البطريرك الراعي يعني بالإليزي، إذا ما وصل بده يكون أربعة اجتماع، أربعة بالإليزي يعني خمسة بتوقيت بيروت. معناتها عم بيسمعونا هلا تنشوف شو بدنا نقول. ما بنعرف شو بدهم يعملوا، ولكن الأكيد البطرك الراعي صار عنده، حطيناه بالجو، وصار عنده يعني المعطى الكافي اللي بيقدر يحكي فيه مع رئيس ماكرون، صار عنده المعطى الكافي بالأجواء. أوكي. هلأ كيف هيدا بده يخرج موقفه، هيداك بده يخرج موقفه، وإذا تم الاتفاق النهائي على جهاد أزعور أو لا، يعني كمان بدنا نحترم بعضنا الكل. في كمان قوى ما عبرت عن رأيها، في قوى بعدها عم تدرس هذا الرأي، ما في رفض للحقيقة لجهاد أزعور، ولكن ما في بعد قبول، وهذا كمان أفزة نوعية معينة. خلينا هيدي عملية تفاوضية، عم نحكي بين بعضنا، وبعدين عم نبلغ رسائل للفريق الآخر. ولو ما كانت الرسائل الجدية اللي عم نوصلها، ما كنا شفنا هذا التخبط عند ثنائي أمل حزب الله مثل ما عم يشتغلوا من يومين، كلام فوق السطوح ونوعا من بعد شوي تهديدات انه ما في دولة بلبنان الا ما بتعملوا مثل ما بدنا. ولا مرة شفنا هالسقف العالي هيدا، اعتبروا مناورة. وين في تهديد؟ يعني ان كان بكلام النائب محمد رعد، ولا ان كان بكلام الشيخ نعيم قاسم انت قصدك، بس انه اعتبروا تسمية مناورة، لأنه هن بجو أنه الوزير جبران باسيل شو مطلبه منهم. يعني هو ينتظر بأن يتراجع حزب الله عن دعم سليمان فرنجي لحتى يقول له تع أي اسم بدك. ليه مزعوج هو؟ بس هو بحق له يعمل مناورة، خلينا نحن نعمل شوي مناورة كمان. لا بس ما المشكلة، بس نحن مناورتنا ما بتهدد علاقات لبنان بالعالم، وما بتمنع السواح يجوا على لبنان. مناورتنا ما بتضرب الاقتصاد اللبناني وبتهدد اللبنانيين بأرزاقهم، وبتدعي أنه عم تخوف العدو بالوقت اللي عم تخوف اللبنانيين. مناورتنا إذا عم نعمل مناورة هو حتى ننتج رئيس جمهورية حقيقة يكون على مسافة من الجميع، مش رئيس مطلعينه هن من الجيبة وقيلين تفضل هيدا رئيس نحن يا بتقمشوا فيه يا أما ما في رئيس. بس مرشحكم ما رح يكون على مسافة واحدة من الجميع، والدليل أنه التقى مع الرئيس نبيه بري الوزير السابق جهاد أزعور، ومش ماشي بهذا الخيار. ما بدهم حدا الشيعي الثنائي أمل حزب الله، لأنه ما بدي اختصر تمثيل الشيعة بلبنان بأمل وحزب الله. في كتار من الشيعة بلبنان قعدوا ببيوتهم، في ناس ما صوتوا للثنائي الشيعي، للثنائي أمل حزب الله، وبالنتيجة أنا بفضل استعمل كلمة الثنائي، لأنه بكرة بتأمل نبلش نحكي بالثلاثي المسيحي مثلا، كيف يعني، والرباعي المسيحي والخماسي المسيحي، خلصنا من هالقصة. خلينا نحكي بالثنائي، بس بلشنا نحكي بالثنائي المسيحي وانتوا عم بتقربوا وجهات النظر. لا نحن بين نرفض الثنائي تسمية المسيحي. الثنائي المسيحي كان ثنائي مدمر للبنان.